وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الفنان عقيل الماجد رئيس مسرح الريف. إذن نرحب بك في نشرة الأخبار ونبارك لكم حصول مسرحية عند الضيفة الأخرى بجائزة أفضل ديكور مسرحي في ختام فعاليات مهرجان المسرح الخليجي. ماذا تهدف هذه المشاركات من ناحية الترويج للمسرح البحريني؟ الله يبارك فيك وشكرا على هذه المداخلة الجميلة. طبعا هذه جائزة لكل البحرينيين، ولو أن الفنان حسن حمد الحاصل على هذه الجائزة هو عضو مهم عندنا في مسرح الريف، ولكن دائما ما كنا ننظر لهذه المشاركة بأنها مشاركة بحرينية في مهرجان خليجي، بالتالي كل ما راح نقدمه بيكون باسم البحرين عامة. فألف مبروك لجميع البحرينيين. بلا شك المشاركات في هذه النوعية من المشارك أو المهرجانات عفوا نقدر نقول عنها أن هي مشاركات يعني تهدف بشكل كبير لترويج اللي هو العمل المسرحي البحريني. ممكن يشوفون الطاقات الموجودة في البحرين من خلال جميع الفرق المسرحية الأهلية الخمسة الموجودة في البحرين. عندنا مسارح طبعا صار لها أكثر من 50 سنة من تأسست، مثل مسرح أوال وثلاثها طبعا المسارح الأخرى، وإحنا اليوم في مسرح الريف نكمل 20 عام منذ التأسيس. وكل مسرح عنده تجربة الخاصة وكل مسرح عنده ثيمة الخاصة ويقدم أعمال متنوعة مختلفة. فبالتالي وجود هذه المشاركات أو وجود هذه المهرجانات سواء كان على المستوى الخليجي أو على المستوى الوطن العربي مهم، حتى أنه هو يجعل من المسارح الأهلية جهات معروفة للخارج، ننشر ثقافتنا وفننا الموجود في البحرين إلى الخارج، يحصل هذا التشابك الجميل خلال المهرجانات على مستوى خلينا نقول تعارف بيننا وبين بعض، تبادل الخبرات أو أيضا نقل التجارب إلى الآخر. وبالتالي اليوم ما شاء الله عندنا مجموعة من الفنانين يحضرون هذه المهرجانات سواء كانوا ضيوف أو أنهم كمشاركين حتى على مستوى الخليج يعني، وليس فقط المشاركات المعنية بالدولة نفسها. فهذه مشاركات جدا مهمة وتحقق الاستدامة أكيد للمسرح البحريني، وتشوف أن في جيل ورا جيل عنده طموح أنه يقدم أعمال يقدمون أنفسهم أمام العالم. نعم نعم، الفنان عقيل الماجد رئيس مسرح الريف، شكرا جزيلا لك.